بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله اللقاء الخامس، وبداية اللقاءات المهمة جدا بالنسبة للاختبار. يعني أي شخص بيضع اختبار في المبادئ، نسبة كبيرة جدا من الاختبار كأسئلة وبالتالي كدرجات هتكون من محاضرة اليوم إن شاء الله إلى انتهاء المقرر. اليوم إن شاء الله هنبدأ تقريبا في محاضرات أو لقاءات كلها في صورة تمارين أو أسئلة مش هنقدر نقول رياضية، ما مش محتاجين الرياضة، محتاجين الجمع والضرب والطرح والاسم فقط لا غير، إنما مش لقاءات نظرية. محاضرة اليوم يا شباب عاوزين نعرف هو المحاسب في الحالة العملية هيسجل العمليات ازاي؟ امال ايه اللي كنا بنقوله في اللقاء السابق او اللقاءين السابقين؟ في اللقاء او اللقاءين السابقين كنا بنتكلم على مختصر الموضوع، يعني بنقول الموضوع باختصار. هنبدا من اليوم نخش في تفاصيل عمليه التسجيل في الدفاتر المحاسبيه لدى أي شركة. وبالنسبة للتخصص المحاسبة اللي هو حضراتكم، هتحتاج هذه المحاضرات اللي هنقولها من اليوم إن شاء الله إلى نهاية الفصل الدراسي. هذه المحاضرات أنت محتاجها كل ما تدرس مقرر محاسبة، فهي بتمثل أهمية خاصة للشباب اللي تخصص محاسبة زي حضرتك. نبدأ اليوم إن شاء الله عاوزين نعرف هو المحاسب بيسجل إزاي في الحالة العملية. في بداية لقاءاتنا قلنا إن المحاسب
بيسجل في الحياة العملية بناء على معادلة. المعادلة بتقول ان الاصول اللي هي ممتلكات الشركة تساوي الالتزامات زائد رأس المال او حقوق الملكية. طيب هو المحاسب هيسجل باستخدام هذه المعادلة ازاي؟ فبيمسك كل مكون من مكونات الثلاثة اللي هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وليكن مثلا هيبدأ بالأصول. كل أصل أو شيء ملك الشركة مثل المباني، الأراضي، العقارات، العملاء، الأدوات المكتبية، السيارات، كل نوع أو أصل من أصول الشركة المحاسب يخصص له حساب. بمعنى ابتداء من اليوم لما أقول لك هي ممتلكات الشركة إيه؟ تقول لي ممتلكات الشركة عبارة عن حساب للنقدية، حساب للمباني، حساب للآلات، حساب للأراضي، وهكذا. طب الالتزامات يبقى حساب للموردين، حساب للقروض. طب رأس المال يبقى حساب لرأس المال. طب المصروفات الشخصية يبقى حساب للمصروفات الشخصية. طب المصروفات يبقى حساب لكل مصروف على حد. طب الأتعاب يبقى حساب للأتعاب. طب ما هو الحساب؟ عبارة عن دفتر أو سجل. طب وظيفته إيه عندنا في المحاسبة؟ بنسجل فيه اللي هو الدفتر أو السجل أو الحساب ده، بنسجل جواه العمليات المتشابهة. يعني إيه العمليات المتشابهة؟ أنا اشتريت كشركة قطعة أرض أسجلها في حساب الأراضي. طب اشتريت قطعة كمان أسجلها في حساب الأراضي. طب اشتريت قطعة ثالثة أسجلها في حساب الأراضي. طب بعت قطعة منهم أسجلها في حساب الأراضي. طب المباني أسجل فيها العمليات المتعلقة بالمباني. طب الآلات أسجل فيها العمليات المتعلقة بالآلات. طب النقدية أسجل فيها العمليات المتعلقة بالنقدية اللي هي عمليات السداد وعمليات التحصيل النقدي. ده مفهوم الحساب. طيب هنسجل جواه ازاي؟ هنسجل جواه ازاي؟ السجل او الحساب ده بننظمه، يعني بنسطره زي ما بقول لك اعمل لي جدول، فانت بتقسم الجدول. طب الحساب لما بنعمله في المحاسبة بنقسمه جانبين، جهة يمنى وجهة يسرى، وفي عنوان للحساب او السجل. فبقول مثلا هذا حساب النقدية، هذا حساب رأس المال، هذا حساب الاراضي، هذا حساب المباني، وهكذا. طيب ده شكل الحساب. بسجل جواه ازاي؟ باستخدام مفهوم او قاعدة اسمها قاعدة القيد المزدوج. ايه قاعدة القيد المزدوج؟ فكرتها قايمة على ايه؟ ان كل عملية لها طرفين. يعني لما اجي اقول لك زي المحاضرات السابقة شراء ارض على الحساب بمئة ألف ريال، حد بقى يذكرني لما أقول مين الطرفين؟ حد يقول لي كده؟ حد يكتب لما أقول مين الطرفين؟ لا أنا قلت شراء أرض على الحساب، يبقى الأرض طرف.
ده الطرف الاول اهو، وعشان لسه هسدد يبقى الدائنون هم الطرف الثاني او الموردين. الله يفتح عليك يا مان. يبقى الموردون او الدائنين هم الطرف الثاني. انا لسه ما قلتش مين اللي زاد ومين اللي نقص، انا بس عاوز اعرف مين الطرفين. يبقى الطرفين هم الاراضي والموردين. طب ده اللي احنا قلناه قبل كده. طب بنزود كمان خطوه، احد الطرفين بيبقى زاد زي الاراضي. طب الموردين حصل لها ايه؟ اللي هي الديون اللي على الشركه زادت هي كمان. فكنا بنقول في المحاضرات السابقه ان الاراضي زادت والموردين زادت وكليهما زاد بمبلغ 100,000 ريال. يبقى انا عملت كم خطوه يا شباب؟ قلت الطرفين هم مين؟ فقلت الطرفين هم عباره عن الاراضي والموردين. وبعدين قلت الاراضي زادت عشان قال لي شراء، والديون اللي عليا اللي هي الموردين زادت، وكليهما لازم زي ما اتفقنا يكون بنفس المبلغ. طيب قاعده القدر المزدوج هي بتقوم على نفس الشيء بالظبط، نفس الشيء بالظبط. فقال لك لما تيجي تسجل داخل الحساب حلل العمليه الى طرفين. فاحنا قلنا طرفين الاراضي والموردين، وحدد الاثر يعني قول مين اللي زاد ومين اللي نقص. فاحنا قلنا الاراضي زادت والموردين زادت، يبقى دي الخطوه الثانيه. طب الخطوه الثالثه، احد الطرفين سميه مدين والطرف الاخر اطلق عليه دائن. مدين ودائن يا شباب ما هياش بفكره الاقتراض والاقراض، امال هي فكره ايه؟ اول واحد اخترع المحاسبه وهو واحد ايطالي قال لك احنا بنسجل بالمعادله المحاسبيه، فكل حسابات الاصول اعطيها اشاره مدين، وكل حسابات راس المال وحقوق الملكيه اعطيها اشاره دائن. طب بعدين قال لك هنعرف المحاسبين على قاعده، اوعى تنسى القاعده دي لحد ما تتخرج طالما انت هتتخصص محاسبه. ما هي القاعده؟ قال لي اي اصل يزيد يبقى مدين، طب لو نقص يبقى دائن. طب القاعده الثانيه، اي التزام لما يزيد يبقى دائن، لما ينقص يكون مدين. وفاضل قاعدتين كمان وبخلصهم، يعني هم اربعه. طب انا بقى عشان اطبق القاعده دي على المثال اللي انا قلته لك اليوم، شراء ارض ب 100,000 ريال على الحساب، لازم ابدا واحده واحده. هكرر كمان مره يا شباب ابتداء من محاضره اليوم لحد ما نخلص ان شاء الله، مش عاوز اقول لك ده 80% من 90% من الاختبار، 90% من الاختبار. انا قلت لك شراء ارض مبلغ 100,000 ريال على الحساب. فاحنا حلينا الموضوع ازاي؟ قلنا الطرفين هم الاراضي والموردين او الدائنين. طيب قلنا الاراضي زادت ب 100,000 ريال والموردين زادوا ب 100,000 ريال. ثالث شيء بقى هي الارض، حد يجاوبني، اصل ولا التزام؟ حد ممكن يكتب؟ الله يفتح عليك. الارض اصل، وانا بحل قلت ان هي زادت، اذا الاصل اللي هي الارض هي الطرف المدين. طب
طب الموردين ده التزام وزاد، يبقى هو الدائم. وانا بذاكر اكتب القاعدتين دول مع القاعدتين اللي لسه هقولهم بعد كده ان شاء الله، يعني اربع قواعد احطهم امامي في ورقه صغيره وانا بذاكر، وابتدي وانا بحل التمارين ابص لهم باستمرار مش عيب لحد ما ابتدي احفظهم. بس اهم شيء، اهم شيء عشان توصل لمين المدين ومين الدائم، اتبع الثلاث خطوات اللي هنطبقهم دلوقتي مع بعض كل شويه. طب تعالى ناخد امثله كده. فبيقول لك مثلا قامت شركه الهدى بشراء ارض ب 20,000 ريال نقدا. يعني ايه نقدا؟ يبقى انا الطرفين بالنسبه لي هم الارض والنقدية. ادي اول خطوة انا عملتها اهو. الارض زادت عشان انا اشتريت اراضي، والنقدية نقصت عشان انا دفعت ثمنها. يبقى دي الخطوتين الاولانيين. فاضل بقى الخطوة الثالثة اللي هي القاعدة اللي انا كاتبها امامي. ارجع اقول ايه؟ الارض هي اصل وزادت، اذا هي المدينه. النقديه اصل ونقصت، اذا هي الدائنه. طب انا بقى كمحاسب بعمل ايه بكلمه مدينه ودائنه؟ فبروح رايح للسجل اللي اسمه حساب النقديه. احنا قلنا بقى حساب النقديه عامل زي حرف تي في اللغه الانجليزيه، على جهه اليمين ده الطرف المدين، وعلى الجهه اليسار الطرف الدائن. فبروح رايح لحساب النقديه في الجهه اليسرى اللي هو الدائن، وبكتب ال 20,000 ريال واقفل السجل ده، واروح فاتح السجل الثاني اللي هو اسمه حساب الاراضي، واروح في الطرف المدين اللي هو الجهه اليمنى واكتب 20,000 ريال. طيب، فاللي اخترع المحاسبه قال لك ده العملية بقت صعبة، فاحنا عاوزين ننظم الأول كلمة، ننظم الأول كلمة المدين والدائن. يعني إيه ننظمهم؟ نتعود عليهم. حد بقى يساعدني؟ يبقى أنا لما أقول تكوين شركة برأس مال 10,000 ريال نقدا، يبقى الطرفين هم رأس المال والنقدية. شوف بقى ابتداء من اليوم هنطقهم ازاي. يبقى الطرفين حساب النقدية أي سجل النقدية، بس لازم نقول عليه حساب النقدية، وحساب رأس المال. وارجع أكمل لنفسي، هو حساب النقدية أصل ولا التزام ولا رأس مال؟ أو الأصل، ورأس المال اللي هو حقوق الملكية. وأكمل كمان اللي خدناه في المحاضرات السابقة، لما يقول لي أنا كونت شركة، فإحنا قلنا في الحالة دي يبقى النقدية بتزيد ب 10,000 ريال، ورأس المال يزيد ب 10,000 ريال. يبقى أنا عملت كام خطوة لحد دلوقتي؟ هما اثنين، قلت الطرفين حساب رأس المال وحساب النقدية. ورجعت قلت ايه؟ النقديه زادت وراس المال زاد. بس بدل ما اقول النقديه وراس المال هنطقها ازاي؟ هقول حساب النقديه زاد حساب راس المال زاد. الخطوه الثالثه والاخيره، اقول حساب النقديه هو اصل وزاد، اذا هو مدين ب 10,000 ريال. حساب راس المال أحد الالتزامات، يعني في الجهة اليسرى في المعادلة المحاسبية، وزاد يبقى دائم. طيب نقعد عملية ثانية. لما أقول لي شراء أثاث مكتبي بمبلغ 20,000 ريال
على الحساب، يبقى الاساس المكتبي ده اصل هنعمل له حساب، يبقى نقول عليه حساب الاساس المكتبي. وعشان هسدد ثمنه في المستقبل يبقى التزامات الشركه زادت، هنعمل لها حساب هنسميه حساب الموردين. يبقى لما اقول لك مين الحسابين تقول لي حساب الاساس المكتبي او المعدات المكتبيه وحساب الموردين. طب لما شريك اساس، الاساس عند الشركه زاد ولا نقص؟ اقول الاساس زاد. طب عشان انا ما سددتش الثمن اللي هو ال 20,000 ريال، يبقى الديون اللي على الشركه اللي هم الموردين زادوا ولا نقصوا؟ زادت. يبقى لما تلخص الخطوتين الاولانيين تقول حساب المعدات زاد ب 20,000 ريال، وحساب الموردين زاد ب 20,000 ريال. وترجع كمان مره تقول حساب الاساس المكتبي ده اصل وزاد، اذا هو مدين. حساب الموردين التزام وزاد، اذا هو دائن. خلاص شباب؟ طيب في اشياء بقى ما انتش محتاج فيها زياده ونقصان. يعني ايه؟ لما اقول لك المحامي ادى خدمه للزبون يبقى اتعابه مثلا 5,000 ريال، ما تقولش بقى الاتعاب زادت ولا نقصت. ليه؟ لان هو يا عمل الشغلانه وخد الاتعاب يا ما عملهاش، وبالتالي ما قبضش الاتعاب ولا هيقبضها في المستقبل. اذا لما تلاقي في السؤال الاسعار او الايرادات وانت مغمض تقول يبقى ده طرف دائم، يعني ما تفكرش هي زادت ولا نقصت، ما تشغلش دماغك، ما تشغلش ذهنك خالص. والمصروف العكس، يعني ايه المصروف العكس؟ لما اجي اقول لك انا دفعت مصروف ايجار قول عليه مدين وانت مغمض ما تفكرش. طب انا بقول لك كده ليه؟ انا هقول لك السبب بس انساه بعد ما اقول. مش احنا كنا متعودين ان الاسعار بتزود راس المال، وراس المال لما بيزيد في القاعده الاولى مع الالتزامات بيبقى دائم. طب المصروفات، احنا كنا متعودين المصروفات زي مصروف الايجار نقول ينقص راس المال، ده انا شغال في المعادله المحاسبيه. وراس المال لما ينقص المفروض طبقا للمعادله اللي انا كاتبها او القاعده اللي انا كاتبها، راس المال لما ينقص يبقى مدين. انت بقى السبب اركنه جانبا. عاوزك اي اتعاب تقولي ده طرف الدائن، اي مصروف تقولي ده طرف المدين. ما تفكرش فيه هو زاد ولا نقص، هترهق ذهنك بدون داعي. وبالتالي لما اجي اقول لك في الاختبار اداء خدمات لبعض العملاء مبلغ 30,000 ريال تقول اه ده بيكلمني على اتعاب. الاتعاب قيمتها 30,000 ريال والاتعاب لازم تكون دايما، يبقى ده الطرف الاولاني. انا ما كملتش قرايه، انا قلت بس يا دوبك ايه اداء خدمات لبعض العملاء مبلغ 30,000 ريال، رحت مستنتج منها انه بيكلمني على اتعاب وانا حافظ ان الاتعاب دايما، فقلت ده الطرف الدائن. طب تم تحصيلها نقدا، يبقى النقديه لدى الشركه زادت، والنقديه اصل، والاصل لما يزيد يبقى مدين طبقا للقاعده الاولى اللي انا كتبتها. يبقى هنا لما اقول لك اداء خدمات لبعض العملاء مبلغ 30,000 ريال تم تحصيلهم نقدا في الاختبار، تروح مدور بقى على الاجابه اللي جواها ايه؟ ان حساب النقديه مدين ب 30,000 ريال، وحساب الاتعاب دائم ب 30,000 ريال. خلاص شباب؟ طيب
بيقولي سداد مصروف ايجار وانت مغمض، والمصروف الايجار ده مدين، بس اهم شيء اوعى تختار المصروفات، اختار نوع المصروف اللي في راس التمرين. يعني لما اقول لك سددت مصروف الايجار تقول لي مصروف الايجار مدين، ما تقوليش حساب المصروفات مدين. سددت الاعلان تقول لي يبقى مصروف الاعلان مدين. سددت الكهرباء تقول لي يبقى مصروف الكهرباء مدين. سددت الايجار يبقى مصروف الايجار مدين. هو بيقول لي سددناهم نقدا، اقول يبقى النقديه عند الشركه نقصت، والنقديه اصل، والاصل لما بينقص بيبقى دائم. خلوا بالكم انا ماشي بالقاعده اللي انا كتبتها، ما بنحرفش عنها، بس ببقى على مهلي وانا بفكر. يعني بقول مين الطرفين الاول، ومين اللي زاد ومين اللي نقص، وبعدين اقول مين المدين ومين الدائم. طيب بيقول لي اداء خدمات لبعض العملاء بمبلغ 20,000 ريال، اقول يبقى الاتعاب ال 20,000 ده الدائم، يبقى حساب الاتعاب هو الدائم. طب فين الطرف المدين؟ قال لي اداء خدمات لبعض العملاء بمبلغ 20,000 ريال على الحساب. يعني ايه على الحساب؟ خلصت الشغلانه للزبون وقال لي هدفع لك بعدين. بعدين بقى دي بعد شهر، بعد اسبوع، بعد يوم، ان هو المهم ان هو ما سددليش في نفس اللحظه. المهم ان هو ما سددليش في نفس اللحظه. فاحنا قايلين في المحاضره السابقه لما خلص شغلانه للزبون وما يدفعش الان وهيسدد لي في المستقبل اروح مسميهم المدينون، وده اصل من اصول الشركه، او نسميهم العملاء وده الاسم اللي انا بفضله. انما اعرف الاثنين عشان مقررات المحاسبه اللي بعد كده. يبقى هنا العملاء المبالغ اللي على العملاء زادت ب 20,000 ريال، والعملاء اصل، وانا عارف الاصل لما يزيد يبقى مدين. طيب بيقول لي قام صاحب الشركه بسحب مبلغ 50,000 ريال للاستخدام الشخصي، قلنا هنسميها مسحوبات شخصيه، ودي تعتبر مصروف، بس اوعى تسميها مصروف مسحوبات شخصيه، احنا بنقول تعتبر شبيهه بيها، شبيهه بالمصروفات، شبيهه بمصروف الايجار. وانا عارف ان اي مصروف مدين، يبقى ده الطرف الاولاني، وهو سحبهم نقدا اللي هو صاحب الشركه، فالنقديه اللي في الخزنه بتاع الشركه نقصت، والنقديه اصل، وانا عارف ان اي اصل ما بينقص يبقى مدين. اذا لما اقول لك يعني ايه قاعده الطب المزدوج، تقول لي بنسجل العمليه في صوره طرفين احدهما مدين، غلطه مني معلش، احدهما مدين والاخر دائم. انا وانا بكتب كتبتها غلط، معلش، حاضر حاضر، انا وانا بكتب كتبتها غلط، الله يفتح عليك، انا قلت النقديه نقصت هتبقى دايمه، معلش كتبتها غلط. يبقى لما حد يقول لي يعني ايه القيد المزدوج، اقول له يعني هنسجل العمليه في صوره طرفين، في صوره طرفين احدهما مدين والاخر دائم ومتساويين في القيمة، بمعنى لا يصلح أسجل عملية بطرفين كليهما مدين، ولا أسجل عملية بطرفين كليهما دائم، لازم أحد الطرفين يمثل جانب في المعادلة المحاسبية،
يا جانب الاصول جانب الالتزامات وراس المال. يبقى احد الطرفين لابد ان يكون مدين والاخر لابد ان يكون دائم ومتساويين في القيمه. ومتساويين في القيمه. يبقى لما يجي يقول لي شراء مبنى ب 100,000 ريال نقدا. شراء مبنى ب 100,000 ريال نقدا. ده بيبقى راس السؤال في الاختبار. اقول لك كده شراء مبنى ب 100,000 ريال نقدا. سؤالي بقى في الاختبار هيبقى ايه؟ هما مين الطرفين؟ حد بقى يكتب. يعني مين مدين ومين الدائن؟ خلي بالك كلمة مدين ودائن دي هتفضل معاك لحد ما تخلصوا الدراسة. لحد ما تخلصوا البرنامج الكامل. قول واغلط. المباني أصل مدين والنقدية نقص الدائن. الله يرضى عليك. لا المباني اصل وزاد والنقديه نقص الدين. صح صح طبعا. وقيمه واحده بس تعمل نكتشف القيمه. طيب لما اجي اقول لك ايه؟ سداد رواتب الموظفين 10,000 ريال نقدا. مين الطرفين؟ يعني مين مدين مين داين؟ النقدية نقص الدين ومصروف الرواتب مدين. صح الله يفتح عليك. مصروف الرواتب مدين والنقدية داين. صح الله يفتح عليك. طب لما اجي اقول شراء سيارة على الحساب بمبلغ 200,000 ريال مين الطرفين؟ لا ما نغيرش الاسم بقى عم تحت. السيارة سميها سيارة. السيارة سميها سيارة. هي صح مدينة بس ما اقدرش اغير المسمى. انت عارف لو انا في الاختبار بضحك عليك وسميتها معدات اوعى تختارها. السياره تسمى سياره. السياره مدينه. غيرت عليك. السياره مدينه. لسه انا ما قلتش الطرف الثاني. على فكره يا شباب اللي انا هقوله ده انا وانا في مكانكم من زمان كنت بغلط فيه. بس كنت بحاول اتجنب الخطا على قدر الامكان. اختار لك حاجه من الاثنين تحفظها. اختار لك حاجه من الاثنين تحفظها. ايه هي؟ يا اما تحفظ ان الدائنون مبلغ على الشركه سيسدد مستقبلا. يعني الشركة هي اللي هتدفعه. الشركة هي اللي هتدفعه. يبقى لما اجي اقول لك شراء سيارة على الحساب تقول لي اه السيارات زادت وهي اصل هي مدينة. انما تقول لي الطرف الثاني مين؟ الدائنون. طب اشمعنى الدائنون؟ لان ال 200,000 ريال ده مبلغ على الشركه هتسدده في المستقبل. يبقى لازم اسميه الدائنون وليس المدينون. واقول الدائنون دي احد الالتزامات اللي على الشركه يعني الديون اللي على الشركه وزادت فهي داينه. طيب لما يجي يقول لي تكلفه الاعلان او قبل تكلفه الاعلان يبقى انا حاجه من سنة احفظهم بقى.
يا اما احفظ الدائنون مبلغ على الشركه هتسدده في المستقبل، يا اما احفظ العكس بتاعها. ايه هو العكس؟ ان العملاء او المدينين مبلغ للشركه هتقبضه في المستقبل. اي من هم احفظه وورد تاني عكسه. لما اجي اقول لك تكاليف الاعلان في الجريده 200,000 ريال تسدد، يعني الشركه هتدفعهم بعد شهر، يبقى مين طرفين؟ مين مدين ومين داين؟ تكلفه الاعلان 200,000 ريال زي اعلان في جريده او اعلان في تلفزيون، والشركه هتدفعهم بعد شهر. يا عم صح يا عم فهد، احنا بنحدد الطرفين ازاي؟ وده دليل انك ما كنتش تحضر المحاضرات الاولى. فرصه طالما انت دخلت الاختبارات قبل كده وعملت المقرر، لو اهملت لقاء حي من اليوم هتغلط تاني في الاختبار. الطرفين بنحددهم ازاي؟ يكون لهم مكان في المعادله المحاسبيه. يعني احد الطرفين تبوبه تصنفه اصل او التزام او راس مال، يبقى ما ينفعش تقول لي الشركه مدينه. خلاص؟ تقول لي السيارات مدينه لانها اصل. يجوز. النقديه ممكن تبقى مدينه وممكن تبقى داينه على حسب هي زادت ولا نقصت لانها اصل. خلاص؟ يبقى انت بتحدد الطرفين في البدايه، انت بتختار اسامي من السؤال زي السيارات زي المباني زي الالات يصلح انك تبوبها تصنفها على انها اصل او التزام يعني دين على الشركه او راس مال. طيب لما يقول لي اتعاب خدمات تدريب، يعني الشركه ادت خدمات تدريب لواحد والاتعاب 10,000 ريال. تم تحصيلها نقدا، يعني اول ما خلصنا البرنامج التدريبي كشركه اخذنا فلوسنا، يبقى مين الطرفين؟ خلوا بالكم احنا قاعدين بنفكر او بندي امثله، هو الاختبار بيدور حوالين الاشياء دي ما بخرجش عنها، بس انت كن متابعني في اللقاء الحي او انتوا كونوا متابعيني في اللقاء الحي. يعني انا مثلا بغير الارقام، بغير اسامي شركات، يبقى اتعاب بقى خدمات تدريب او تم تحصيلها نقدا، مين الطرفين؟ حد يكرمنا، مين الطرفين؟ الله يرفع عليك. النقديه مدين واتعاب دين، صح يا شباب. انا عاوزك تكتب وتغلط، تكتب معايا في الشات وتغلط. طبعا في صح يا راجل، عاوزك تغلط وانت بتكتب معايا، تمام؟ اقوم الحقك دلوقتي واقول لك انت الخطا بتاعك فين، مش كده؟ انا هنا اول كلمه في العباره خالص بتقول لي اتعاب، ما فكرش فيها، اقول اتعاب داين طبقا للقاعده لما ليه انا بشرح. تم تحصيلها نقدا، يبقى النقديه بتاع الشركه زادت والنقديه اصل، فلا بد ان تكون مدين. طيب لما اجي اقول لك شراء اساس ب 20,000 ريال على الحساب، يعني هدفع كمان شهر، مين الطرفين؟ اساس مدين. الله ينور عليك يا عم فهد، الله ينور عليك. وعشان هنسدد بعدين يبقى الموردين داين. شفت لو خطفتها ازاي؟ خطفتها. انا عارف ان كل عمليه يا شباب
لها طرفين، واحد مدين والتاني دائم. يبقى انا لو فكرت بسرعه وعرفت مين الطرف المدين يبقى اكيد الاسم الثاني هو الطرف الدائم. يعني هنا فهد قال لي الاساس مدين عشان هدفع الحساب، يبقى انا هدفع بعدين، يبقى الموردين دايم. خلاص؟ طيب سداد لا ما ينفعش. اصلي سواء اساس. ارجع المحاضرات الاولانيه بس هتلاقي انواع الاصول موجوده هناك في المحاضرات الاولانيه. فاتورة كهرباء ب 200 ريال سددت نقدا مين بقى الطرفين؟ لا ما ينفعش اقول مصروف، لازم اسميه، تقول مصروف الكهرباء. لو اخترتها لي مصروف الاختبار تبقى غلط يا حلو. لازم تقول مصروف الكهرباء. ايه الشباب اللي كان معانا بيكتب الطرفين فينهم؟ فاتوره كهرباء 200 ريال سددت نقدا. النقديه دي ايوه كده، النقديه دي مصروف الكهرباء مدين. طيب استلام فاتوره جوال ب 200 ريال يعني اخر الشهر جالي على الجوال بتاعي ان الفاتوره فوق مفوطه ان الفاتوره بتاعتك 200 ريال ولم تسدد بعد، يعني الشركه هتدفعها بعدين. يبقى هنا الطرفين مين؟ صعبتها. فاتوره جوال سميها مصاريف تليفون، اقول عليها مصروف تليفون، وعشان لسه ما دفعناهاش الاول المصروف مدين ولا دين؟ مصروف مدين، يبقى مصروف تليفون مدين ب 200 ريال. طيب وعشان هي لسه ما اتدفعتش يبقى الديون اللي على الشركه زادت اللي هم الدائنون، هيبقى في الحاله دي الطرفين مصروف التليفون او الجوال مدين والموردين دائن. طيب شراء أرض ب 200,000 ريال سدد النصف نقدا والباقي على الحساب. مين الطرفين؟ ايوه كده ضغط عليه. الأرض هي اصل وزاد يبقى مدين، ده الطرف الاولاني. يبقى اكتبها اهو 200,000 ريال حساب الارض مدين. ماشي. فين الباقي بقى؟ ما هو لازم نكمل. قال لي سددا نصف نقدا، يبقى ال 100,000 نقطت نقديه ودينه صح؟ الله يرضى عليك يا مهدي. وعليا ديون ب 100,000 يبقى الموردين زادت ودينه. انا حبيت انهي اللقاء بهذه العمليه ليه؟ عشان اقول لك ان كل عمليه لها طرفين احدهما مدين زي الاراضي ب 200,000 ريال والاخر دائم، بس الدائم هنا اكتر من اسم، في عندي الموردين والنقديه، بس لما تجمع مجموع الدائم هيبقى 200,000 قد مجموع المدين. خلاص شباب ان شاء الله ان ربنا احيانا في اللقاء القادم ان شاء الله اللي هو المفروض بالنسبه لكم يوم الخميس القادم ان شاء الله هنكمل المحاضرة السادسة، وهنفضل إن شاء الله في لحد ما ينتهي من الدراسة كل أسبوع لقاءين إن شاء الله.
انا بالنسبه لي ان شاء الله ربنا احيانا بخلص المقرر في المحاضره يا عم فهد، ده بقول لك لحد ما تخلص البكالوريوس، تخلص البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضره العاشره انا بكون خلصت المقرر، او بالتحديد يعني ونص ال 11 تمام، ونص المحاضره رقم 11. باخد بقى المحاضره رقم 12 كده مجموعه من الاسئله على المقرر كله، على المقرر كله، بيبقى اكني بقول لك ايه اللي في ذهني وانا بضع الاختبار، بقول لك ده نمط الاسئله اللي ممكن اجيبها. بس للاسف 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 الشباب متخيل ان هو لو جلس في هذا اللقاء هيعرف يذاكر. يعني لو ما حضرليش اي لقاء سابق وجه على اللقاء رقم 12 و11 وانضم لنا، هو متخيل ان هو هيعرف يذاكر هذه الاسئله. ليه؟ انا بقول لك دي الاسئله في ذهني، بس مش بقول لك دي الاسئله دي في الاختبار. في فرق بين الكلمتين. فمن محاضرة اليوم اللي بيرغب اللي بيرغب مش ان هو يجتاز المقرر، لا، يجتازه بمعدل عالي، ما يفوتش ولا لقاء حي من لقاء اليوم ان شاء الله لحد ما نخلص. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.